تاني ابتدى خلاص بقاله بتاع حوالي 2 3 دقايق، فاكيد مباراه قويه والكل بيتابعها، العالم كله اكيد بيتابعها بشكل كبير جدا. ما عدا احنا لازم نكون متواجدين معاكم طبعا طبقا للمواعيد الخاصه بجمهور النادي الاهلي، واللي اكيد بيبقى مهم بالنسبه له ان هو يعرف كل الجديد الخاص بالنادي بشكل عام. نروح بقى لأول أخبارنا النهاردة وفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، واللي بيستعد لمباراة غاية في الأهمية ومصيرية في مشوار النادي الأهلي الأفريقي من خلال مواجهة فريق تاونشيب إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي بعد بكرة. خلاص المباراة قربت بشكل كبير جدا، التركيز الجدية سمت فريق النادي الأهلي في هذه الفترة. لكن الأهم إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النهاردة كان متواجد في برج العرب وكان بيآزر الفريق وبيديهم دفعة معنوية كبيرة جدا، وكان بيحفزهم بشكل كبير كمان علشان ان شاء الله يقدروا يسعدوا كل جمهور النادي الاهلي من خلال هذه المباراه الهامه بالنسبه للفريق وبالنسبه لجمهوره بشكل عام. فبالتالي الكابتن محمود الخطيب كان متواجد عشان يطمن على الفريق، اداهم بعض الكلمات التحفيزيه، قال لهم الروح الفانيلا الحمراء هي الاساس بالنسبه لنا علشان نقدر من خلالها نفوز ب3 نقاط هتكون مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. وقال ان احنا متعودين دايما كنادي أهلي إن احنا نواجه أي صعاب بتواجه النادي بشكل عام، والاستمرار في الجدية والعمل دول سمة النادي الأهلي عشان نتخطى أي عقبات ممكن تواجه الفريق. وإحنا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي خلال مباراتين، المباراة الأولى اتعادل مع الترجي في القاهرة بنتيجة 1-1، المباراة الثانية خسر من كامبالا سيتي بنتيجة 2-0 في أوغندا. فبالتالي الأمر أو الأمور صعبة شوية بالنسبة للنادي الأهلي. فبالتالي أيضا الكابتن محمود الخطيب ركز مع اللاعبين على ضرورة إسعاد جمهور النادي الأهلي وضرورة خوض المباراة بمنتهى الحماس والجدية وبروح الفانيلا الحمراء كده من الآخر، اللي هو دايما بيبقى دافع بالنسبة للاعبين بشكل عام ان هم يقدروا يحققوا النتائج الإيجابية المختلفة خلال الفترات المختلفة. فبالتالي اكيد شيء مهم جدا النهاردة كان تواجد الكابتن محمود الخطيب، ودافع معنوي قوي جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين. وايضا كابتن محمود الخطيب قال لهم في ظل تواجد جهاز فني كبير وجهاز فني جيد جدا بقيادة مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف بقية اعضاء الجهاز الفني، فبالتالي الامور كلها مهيئة بالنسبة للفريق ان هم ان شاء الله يحققوا الفوز. مش هينفع غير الفوز ان شاء الله، النادي الاهلي خلال المباراه دي يفوز ب3 نقاط. المباراه الجايه كمان بعد 10 ايام من انتهاء مباراه الاهلي وتاونشيب في برج العرب هتكون مباراه ثانيه في بوتسوانا، ان شاء الله كمان النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه. من الاخر كده النادي الاهلي لو عدى الماتشين دول الدنيا هتبقى كويسه جدا بالنسبه للفريق، الامور هتبقى مهيئه بشكل كبير جدا مع بدايه موسم من خلال بطوله دوري ابطال افريقيا حصد 6 نقاط. النادي الاهلي هيرجع في البطوله وينافس على هذه البطوله المفضله. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي اللي بيتمثل في الجهاز الفني ولاعبي الفريق في هذه المباراة الهامة.